السيدات والسادة، أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد. تشير آخر البيانات المستلمة من نماذج التنبؤات الجوية الحاسوبية وصور الأقمار الاصطناعية لدى مركز طقس العرب الإقليمي للأرصاد والتنبؤات الجوية في مجمع الملك حسين للأعمال إلى تشكل منخفض جوي خلال منتصف الأسبوع الحالي فوق الحوض الشرقي للبحر المتوسط، مترافقا مع كتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ ووصول بعض تأثيراته على المملكة اعتبارا من اليوم الثلاثاء، حيث يسبق المنخفض برياح قوية وأجواء مغبرة قبل أن تزداد فرص تساقط الأمطار والثلوج في بعض المناطق عصر ومساء الأربعاء. ويتحول الطقس هذه الليلة ليصبح باردا في أغلب المناطق وشديد البرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وتهب عاصفة رملية على أجزاء عديدة من المملكة، ما يؤدي إلى تدني كبير في مدى الرؤية الأفقية، وقد تصل سرعة هبات الرياح إلى 90 كيلومتر في الساعة في بعض الأحيان. بينما يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 3 إلى 5 درجات مئوية، ويكون الطقس عاصفا ومغبرا خاصة في وسط وجنوب وشرق البلاد مع هبوب رياح قوية قد تصل سرعة هباتها إلى 100 كيلومتر في الساعة أحيانا. بدءا من ساعات العصر يتوقع أن تهطل الأمطار بمشيئة الله تدريجيا على الأجزاء الشمالية من المملكة، وقد تترافق مع حدوث الرعد أو البرد على تلك المناطق. يبدأ تساقط الثلوج على المناطق الجبلية الشمالية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر إن شاء الله، ويشمل ذلك جبال عجلون وجرش. يحذر من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار وربما انعدامها خاصة في المناطق الصحراوية. أما ليلا فيكون الطقس عاصفا مغبرا وشديد البرودة في العديد من المناطق خاصة في جنوب وشرق البلاد، ويتوقع أن تمتد الأمطار تدريجيا بمشيئة الله إلى أجزاء من المناطق الوسطى وبعض المرتفعات الجنوبية تترافق مع الرعد والبرد. ويتوقع أن يمتد تساقط الثلوج على فترات إلى جبال البلقاء وأعالي غرب العاصمة عمان التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر عن سطح البحر، كما قد تمتد بشكل مؤقت إلى بعض المرتفعات الجبلية الجنوبية. ويبقى الطقس مغبرا على أجزاء من المنطقة الوسطى والمناطق الجنوبية والشرقية من المملكة. ونظرا للأحوال الجوية المتوقعة خلال الأيام القادمة واحتمال هطول الأمطار وتساقط الثلوج، أهابت إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني بالمواطنين ضرورة اتباع سبل الوقاية واتخاذ الإجراءات الصحيحة للحيلولة دون وقوع الحوادث على اختلاف أنواعها. وأكدت إدارة الإعلام أن المديرية العامة واستعدادا للمنخفض الجوي المتوقع وضعت خطة عمليات فصل الشتاء موضع التنفيذ من خلال إدامة غرف العمليات في المديريات الميدانية ورفع نسبة الجاهزية للكوادر البشرية والمعدات والأليات، لا سيما ناقلات الأشخاص المجنزرة، والتنسيق مع كافة الشركاء سواء في القطاع العام أو الخاص لتلبية نداء المواطن. وشددت إدارة الإعلام على ضرورة تفقد وصيانة شبكات وقنوات تصريف المياه والعبارات، الأمر الذي يحد إلى درجة كبيرة من ارتفاع منسوب المياه فيها والتي قد تداهم المنازل والمؤسسات ملحقة الأضرار الكبيرة فيها، وبخاصة تلك التي تقع في مناطق منخفضة، وضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة وخاصة على الطرقات الخارجية وتحديدا الصحراوية في جنوب وشرق المملكة نظرا لاحتمالية تشكل الغبار الكثيف وعدم وضوح مدى الرؤية الأفقية. للحديث أكثر عن هذا المنخفض وعن الاستعدادات نستضيف الليلة المحامي نبيل القضاء رئيس بلدية عجلون الكبرى، مدير أشغال محافظة جرش معن الربضي، والمهندس صالح العبادي مدير إدارة الوسط في وزارة الإسكان وزارة الأشغال والإسكان. نلتقي بكم بعد الفاصل. أهلا بكم، أرحب بضيوف الكرام. قبل أن نبدأ حوارنا الليلة، المحامي نبيل القضاء رئيس بلدية عجلون الكبرى، أهلا بك، شرفنا بحضورك. يا مرحبا فيك. ومدير أشغال محافظة جرش معن الربضي، أهلا بك، شرفنا بحضورك. أهلا وسهلا يا سيدي. والمهندس صالح العبادي مدير إدارة الوسط في وزارة الأشغال العامة، أهلا بك، شرفنا بحضورك. حياك الله. حقيقة سينضم إلينا أيضا الزميل محمد الشاكر على الهواء مباشرة لاستعراض الحالة الجوية بكافة تفاصيلها خلال الأيام القادمة والحديث عن المنخفض الجوي مدى تأثيره على المملكة، كيف سيكون هذا التأثير،
مدى الجاهزية سنبحثها مع ضيوفنا الكرام في الاستوديو. وأذكر قبل كل ذلك بسؤال تطبيق شارك عبر رؤية لهذه الليلة، والسؤال يقول: هل تعتقد أن الموجة القادمة مساوية لحجم هدى؟ والإجابة بنعم أو لا، وسنستعرضها تباعا أثناء هذه الحلقة، لأنه الحديث مستمر حول حجم هذه العاصفة، كيف سيكون، على ماذا سيؤثر المناطق التي ستتعرض لتساقط الثلوج. وأوليا المناطق الأكثر تأثرا بالثلوج ستكون محافظتي جرش وعجلون، وعانيتم ممكن في موجة هدى أيضا من تساقط كثيف الثلوج وإغلاق لبعض المناطق، وممكن وزارة الأشغال أيضا كان لكم دور في تحديدا ثغرة عصفور، كانت هناك أزمة في هذا الطريق، ويتوقع أن تستمر هذه الأزمة في الفترة القادمة إذا ما كان المنخفض نتأمل أخف شوي. نتأمل أخف شوي. إحنا بدنا نعرف حقيقة التفاصيل الكاملة للحالة الجوية ومدى تأثيرها على المملكة، لكن خلينا نستعرض بداية مدى الاستعداد لما هو قادم، وأبدأ منك الحقيقة أستاذ نبيل. الجاهزية الآن في جرش كيف هي؟ في عجلون. عفوا. الله يعطيكم العافية ومساء الخير على الجميع وعلى مشاهدينا الكرام، ومساء الخير على رؤية العزيزة على قلوب كل الأردنيين. حقيقة نحن يعني في بلدية عجلون الكبرى أعدينا في العاصفة الثلجية السابقة هدى خطة محكمة كانت غير قابلة للانحراف، وهي بما معنى أنها كانت مطبقة كما هي مكتوبة بشكل حرفي، ما يمتد إلى الحال الجوية والعاصفة الثلجية القادمة. أننا سنعمل إن شاء الله بنفس الخطة المحكمة وتطبيقها على أرض الواقع كما كانت، حيث جاهزية البلدية أثبتت وجود، وكان الحمد لله مدى الرضا السابق يكاد يصل إلى 100%، لكن إن شاء الله المرة هاي كمان سنكون على قد المسؤولية وسنكون إن شاء الله بجاهزية قصوى، ونطمن أهالي ومحافظة عجلون بشكل عام أننا إن شاء الله سنقدم كل سبل فتح الشوارع وتقديم الدعم اللازم للمواطنين. احنا راح نستعرض معك أستاذ نبيل بداية عدد الآليات المتوفرة لديكم، قدرتكم على فتح تحديدا الشوارع الفرعية داخل المحافظة، وعجلون تحديدا عانت فيما سبق من إغلاق طرق وبعض المناطق أصبحت معزولة تماما، فلا نريد أن يتكرر المشهد، فقط حفاظا على الأرواح وحماية لممتلكات المواطن الأردني. أستاذ معن، في جرش كيف هي الاستعدادات الآن للعاصفة القادمة؟ مساء الخير للجميع ولمشاهدي قناة رؤيا. الحقيقة أنه في وزارة الأشغال العامة والإسكان يتم إعداد خطة طوارئ مسبقة قبل أن يقع أي تساقط الثلوج أو الأمطار من بداية شهر 10، فكانت عندنا خطة محكمة وقابلة للتنفيذ. استعداداتنا للثلج الحالية، احنا عندنا حوالي 5 فرق على طرقنا كاملة، على الطرق الرئيسية والثانوية والقروية في محافظة أشغال جرش، 3 فرق منها عاملة في الميدان مع طواقمها كاملة، مهندسين وآليات ومتابعات وسيارات سيطرة وسيارات سحب للسيارات التي ينقطع فيها السبيل أثناء الليل أو أثناء العاصفة. عندنا فرقة احنا بنسميها فرقة ميكانيك، هاي تتابع أعطال الآليات على الطرق في حال تعطلت آلية انه ينطلقوا والعمل على إصلاح الآلية في الموقع، وعندنا فرقة أخرى للدعم اللوجستي اللي هي عملية توصيل الأكل والشرب إلى السائقي الآليات الثقيلة اللي بيعملوا على هذه الطرق. طبعا الطرق الفرق هي موزعة على 3 مناطق في محافظة جرش، اللي هي طريق جرش الثغرة عصفور إربد، وطريق ساكب جرش عجلون، وطريق سوف جرش سوف عبين. هذه الطرق التي تختص بها وزارة الأشغال. عندما ننتهي من أعمالنا كوزارة أشغال على الطرق الرئيسية، سوف يتم بحالة الطلب منا التوجه لأي منطقة أخرى في محافظة جرش، سواء كانت داخل التنظيم أو خارج التنظيم، أيضا للمساعدة والعمل على فتح الطرق. نعم. طيب مهندس صالح، وزارة الأشغال العامة ومنطقة الوسط تحديدا، كيف الاستعدادات لما هو قادم إذا كان هناك يعني عاصفة ثلجية قوية؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله والسلام على الوطن، والسلام عليكم جميعا. وزارة الأشغال العامة حابة نوه عن شغلة ضرورية جدا، هي مسؤوليتها للطرق التي هي خارج حدود التنظيم وخارج حدود البلديات وخارج حدود أمانة عمان الكبرى. نعني بذلك هي الطرق التي تربط المحافظات مع بعض، الطرق الحدودية والطرق الرئيسية، بما بشكل عام هي الطرق النافذة. أطوال الطرق في المملكة المسؤول عنها وزارة الأشغال العامة والإسكان 7400 كيلو. طبعا الأشغال العامة كعادتها تقوم بإعداد خطة لكافة محافظات المملكة. طيب. كل مدير أشغال بيعد خطته
بما يعرف بمنطقته، ومجموع الفرق التي تعمل في المحافظات 12 85 فرقة. الفرقة نقصد فيها تتكون إما من لودر أو جريدر والسيارات السيطرة معها، وقد نضطر أحيانا لاستعمال جرافات الجنزير كما حدث في العاصفة السابقة في منطقة الشوبك، منطقة القادسية، في إربد وعجلون تم استخدام جرافات الجنزير. في لحظات الانجماد على الطرق خاصة الآليات المدولبة ما تقدر تشتغل، وبالتالي الجنزير له فاعلية أكثر. نعم. زائد بالإضافة لهذا لهذه الفرق هنالك اتفاقيات تم توقيعها مع المقاولين ونحترمهم وأزجي شكر لهم بالعاصفة السابقة لما أبدوا من تعاون كبير جدا بشغلتين. أول شيء في عطاءات للصيانة الروتينية بعقود مستمرة لمدة 3 سنوات ما بين وزارة الأشغال العامة وما بين المقاولين مثل نقابة المقاولين، بحيث يحافظوا على ديمومة الطرق مفتوحة على مدار الساعة كاملة صيفا شتاء، سواء كان في غبار سواء كان في مطر سواء كان ثلوج أو إذا تعرضت الطرق لبعض الانهيارات. زائد كثير من المقاولين قدموا آليات مجانا من أنفسهم، وأكرر شكري لهم بهذا الحكي. بدي أشكرك جزيل الشكر، وراح نرجع لك مهندس صالح، إنه عندنا مشكلة في طريق المطار سجلت في المرة الماضية، وبدنا نعرف هاي المشكلة هل يمكن تكرر أو لا. وأيضا عندنا حديث مهم عن طريق ثغرة عصفور، وسنتحدث عن توفر المواد الغذائية وتوفر المحروقات وما إلى ذلك من مواد أساسية في محافظة عجلون. لكن قبل ذلك اسمحوا لي أن أنتقل مباشرة إلى الزميل محمد الشاكر من موقع طقس العرب. زميل محمد مساء الخير، وأنا حتى منع من التأخير وحتى نستغل الوقت قدر الإمكان، الحالة الجوية كيف يمكن وصفها من حيث الحجم والتأثير؟ وبدنا نحكيها بعد إذنك محمد يوم بيومه، يعني نبدأ من الليلة إلى غدا الخميس الجمعة وإذا نقدر نوصل السبت. أكيد أكيد طبعا بالتأكيد. مساء الخير لك أخ محمد، ومساء الخير لضيوفك الكرام ولجميع الإخوة المشاهدين. الحقيقة طبعا يعني سنبدأ بالحديث عن ما هو قادم على المملكة بشكل مجمل وسريع. منخفض جوي متوقع أن يؤثر على المملكة، مصحوب بغبار ورياح قوية ومن ثم أمطار وثلوج ومن ثم مرة أخرى تراجع في الحالة الجوية. سأبدأ كما ذكرت يوم بيوم. أول شيء نهار هذا اليوم أو الأجواء الحالية في العاصمة عمان وباقي مناطق المملكة هي أجواء مغبرة للغاية. لو أخذنا من صورة الأقمار الاصطناعية نلاحظ بأن هناك اندفاع كبير لرياح قادمة من الأراضي المصرية، هذه رياح قوية وهي طبعا محملة بالعديد أو بالعواصف الرملية التي اتجهت باتجاه المملكة. هذا الأمر معناه عدة أمور حقيقة. الأمر الأول، العين هذه الليلة تنصب باتجاه العقبة من خطر ارتفاع الأمواج واضطراب البحر، وبالتالي هناك رياح قوية الآن في خليج العقبة. هناك خطر إغلاق الموانئ في كل من قناة السويس وأيضا الموانئ المصرية المطرة على البحر الأبيض المتوسط. وأيضا الأمر الآخر هي الطرق الصحراوية في جنوب وشرق المملكة، هناك تدني كبير لمدى الرؤية الأفقية، وبالتالي الرؤية قد تصبح معدومة أحيانا كنتيجة للعواصف الرملية. إذن هذا هو الحال المتوقع هذه الليلة. هذا الحال يتم أيضا وسيستمر نهار يوم غد الأربعاء. يتوقع بمشيئة الله تعالى أن يتحرك هذا المنخفض الجوي نحو الشرق. تبقى المملكة تحت تأثير مقدمة هذا المنخفض على شكل رياح قوية وعواصف رملية وأجواء ترابية. بملخص غدا الأربعاء الأجواء نهارا تكون باردة ولكنها مغبرة وترابية بشكل لافت. الآن سنأتي إلى موضوع الأمطار والثلوج. متوقع بمشيئة الله تعالى غدا اعتبارا من ساعات تقريبا الظهر والعصر أن تبدأ الفرصة بتساقط الثلوج بمشيئة الله تعالى بدءا من المناطق الشمالية من المملكة. سنبدأ الآن من منطقة إربد مع ساعات تقريبا يعني 6-7 مساء تبدأ المنطقة الشمالية تحديدا في منطقة إربد عجلون وجرش باستقبال هطول الأمطار، بينما تبدأ الثلوج بالتساقط فوق المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 800 متر عن سطح البحر. نتحدث عن مناطق 800 متر عن سطح البحر، لواء المزارع الشمالي، أعالي محافظة المفرق، نتحدث عن جميع المناطق المرتفعة في جرش وعجلون مثل سوف، رأس منيف، عبين، عبلين، مثلث القاعدة، لدينا أيضا ثغرة عصفور. هذه مناطق جميعها يتوقع بمشيئة الله تعالى بعد الساعة 6-7 مساء أن تبدأ باستقبال تساقط للثلوج بمشيئة الله تعالى. الآن لاحقا أثناء أيضا الليل يتوقع أن تمتد هذه الأحوال الجوية إلى تشمل أيضا المناطق الوسطى من المملكة، أيضا تقريبا بعد الساعة
8 مساء لتشمل أيضا أجزاء من المناطق الوسطى سيما في الأجزاء الغربية من العاصمة عمان إضافة إلى محافظة البلقاء. نتحدث هنا عن أمطار دون 800 متر، نتحدث عن تساقط للثلج فوق 800 متر، والمناطق المشمولة بذلك هي الأجزاء الغربية للثلوج طبعا الأجزاء الغربية من العاصمة عمان إضافة إلى عالي جبال البلقاء في محافظة البلقاء. هنا نتحدث عن تراكمات متوقعة أيضا بمشيئة الله تعالى حتى في بعض مناطق غرب العاصمة عمان، سأتي بالتفصيل لها، لكن هناك أيضا فرصة لبعض الثلوج متوقعة في منطقة جبال الكرك إضافة إلى الطفيلة وبعض مناطق قرى النعمات في أمعان والشوبك، متوقع أن تكون هناك ثلوج بمشيئة الله تعالى مؤقتة في تلك المناطق. باقي مناطق المملكة تبقى تحت تأثير الرياح القوية والعواصف الرملية والغبارية والترابية سواء في المنطقة الشرقية أو في المنطقة الجنوبية من المملكة. إذا بتسمح لي محمد أنتقل في الحديث عن الثلوج بتفصيل أكثر. في المنطقة الشمالية تراكمات متوقعة في مناطق اللي ذكرتها اللي هي من رأس منيف إلى عبلين، إضافة مثلث القاعدة، سوف، أيضا لواء المزار الشمالي، ولكن هذه الثلوج متوقعة أن تعيق بعض مظاهر الحياة العامة، ربما تحدث بعض الإغلاقات في تلك المناطق كنتيجة لتساقط الثلوج الذي يتوقع أحيانا أن يكون كثيف في تلك المناطق. بالنسبة للمنطقة الوسطى تحديدا في العاصمة عمان، لو بدي أسميها بالعامية هي ثلج ساعات، ربما إحنا بنحكي عن ثلج تبدأ بالساعة الثامنة تنتهي الساعة الثانية عشرة منتصف ليلة الأربعاء للخميس، وبالتالي نتحدث فقط عن عدة ساعات ثلجية، لا نتحدث عن فترة طويلة زمنية من الثلوج. هذا سيؤدي طبعا إن شاء الله متوقعين ربما بكرة عمان مساء وليلا تكون تحت يعني تحت الرداء الأبيض، ولكن من ناحية إغلاقات وتراكمات ومشاكل ستكون المناطق محدودة، هي طبعا معروفة دائما مناطق السويلح، تلال علي، خلدة، منطقة أم السماك، حتى ربما نتحدث عن منطقة أبو نصير، إضافة إلى زي وأم جوزة وأيضا مناطق العالية مثل الطف، المنطقة المرتفعة في السلط، إضافة إلى البحيرة. هذه مناطق ربما في مناطق وأجزاء محدودة يكون لدينا مشاكل أو ربما إغلاقات للطرق أو إعاقة لبعض مظاهر الحياة العامة. باقي مناطق العاصمة تستقبل الثلوج، ربما تتراكم ولكن لن تكون السماكات حتى الآن كما هو واضح كبيرة جدا بحيث يصبح هناك إغلاقات للطرق. حتى وإن حدث ذلك فالثلوج متوقع أن تتوقف بعد منتصف الليل وفجر يوم الخميس، وبالتالي تعود الأمور على طبيعتها. طبعا أكيد الكوادر في أمانة عمان والبلديات ووزارة الأشغال جاهزة لفتح الطرق أولا بأول، فهناك خبر صار لهؤلاء الجهات بأن الثلوج متوقفة مع ساعات فجر الخميس في المنطقة الوسطى. المنطقة الشمالية تبقى فيها الفرصة موجودة. الحديث أكثر على إغلاقات هي فقط منطقتي جرش وعجلون خلال تأثير هذا المنخفض الجوي بمشيئة الله تعالى، حسب طبعا ما هو واضح لدينا لدى كادر طقس العرب. بعد ذلك يوم الخميس تتراجع الفعالية الجوية، تبقى محصورة في أقصى المناطق الشمالية، زخات مطرية وثلجية بين الحين والآخر، رياح في طبعا في المنطقة الشمالية، رياح نشطة في باقي مناطق المملكة بمشيئة الله تعالى، تستمر بعض الأتربة والرمال في الطرق والمناطق الصحراوية بمشيئة الله تعالى. إذا حاب أستاذ محمد بقدر أنتقل حتى للتحذيرات بشكل واضح خلال اسمح لي محمد بس أنا عندي طبعا عندي هناك تحذير من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية. نعم التراكمات حددنا إحنا المناطق اللي فيها تراكمات للثلوج، وذكرنا بعض مناطق العاصمة عمان تحديدا غرب العاصمة عمان، وإن فتحت الطرق القيادة على الطرقات ستكون آمنة نظرا للظروف الجوية الموجودة تحديدا مع مركباتنا، حتى نكون أكثر دقة في وصف وتعبير. إحنا بنحكي عن نهار الخميس، الأربعاء ما عندنا أي مشكلة، الأربعاء يوم طبيعي راح يمر بكل هدوء وبكل سلاسة. مساء الأربعاء نهار الخميس عندنا قدرة على الحركة بكل سلاسة بالضبط. وأنا أتحدث على مناطق الوسطى كون المناطق الشمالية ذكرت بوضوح بالنسبة إنه هناك إغلاقات. نعم أكيد نعم، المناطق الشمالية الإغلاقات الواضح فيها هي منطقتي جرش وعجلون أعالي هذه المحافظتين، إضافة إلى منطقة ثغرة عصفور وهي تقع في منتصف الطريق الواصل ما بين إربد والعاصمة عمان. هذه ما اتفقنا من هناك سيكون إغلاقات للطرق، سيكون هناك تراكمات نوعا ما لا بأس بها كبيرة حتى في أعالي جبال عجلون كنتيجة لتساقط الثلوج. بالنسبة للمنطقة الوسطى المشاكل التي قد تترافق في القيادة على الطرقات كنتيجة لتساقط الثلوج هي لساعات محدودة تمتد تقريبا ما بين الساعة الثامنة مساء يوم الخميس وحتى منتصف الليل، فهي ربما فترة ما بين 2 إلى 6 ساعات
تكون هناك مشاكل في القيادة وبالتالي لا ينصح في الخروج في حال كان هناك تساقط للثلج. بعد ذلك إذا تم طبعا فتح الطرق تكون القيادة آمنة تماما، سوى فقط ربما هناك تحذير من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا بسبب الضباب في طرق المرتفعات الجبلية. ونهار الخميس هناك لا يوجد هناك مشاكل من ناحية الثلوج خلال ساعات نهار الخميس، فطبعا الطرق ستكون مفتوحة في حال فتحت من قبل. في المنطقة الشمالية تبقى الفرصة مهيئة للمزيد من الثلوج على أعالي القمم الجبلية، وبالتالي تبقى ربما هناك الأمور صعبة في أعالي قمم جبال عجلون وجرش. البلقاء، محافظة البلقاء وتحديدا المناطق اللي ذكرتها كأم جوزة والمناطق وادبين وهذه المناطق، هذه نعم. المناطق هل ستكون أيضا مغلقة؟ هي تقريبا نفس وضعية العاصمة عمان. نفس وضعية العاصمة عمان، يعني خلينا نحكي بكل صراحة يعني هي في ذات نعم في ذات المنطقة نعم ما في عطل الخميس عشان نكون أكثر راحة، يعني العاصمة عمان لن تعطل دوائرها ومؤسساتها يوم الخميس لأنه غالبا يمكن القيادة على الطرقات إذا ما تم فتحها ليل الأربعاء الخميس. بعتقد يعني هذه الإجابة أكيد دائما منوطة بالجهات الرسمية، لكن من وجهة نظر جوية وبين قوسين ثلجية نتوقع بالعاصمة عمان أن الثلج موجود غدا، يعني غدا مساء ربما تكون يعني العاصمة عمان بيضاء، حتى ممكن نستيقظ الخميس صباحا نرى الرداء الأبيض في بعض المناطق ولو كان بسمكات خفيفة، ولكن من ناحية إغلاقات الطرق نتوقع أن تكون فقط لفترة محدودة لساعات محدودة تمكن الجهات المختصة من فتح الطرق بسرعة بعد منتصف الليل وصباح يوم الخميس، بعد ذلك الأمور تكون طبيعية جدا. التركيز كما ذكرت لك أستاذ محمد هو فقط على منطقتين، وأعود وأكرر هي في كل من جرش وعجلون، لأنه تراكمات متوقع أن تكون نوعا ما مرتفعة وأعلى من ما هو عليه في غرب العاصمة عمان أو في محافظة البلقاء أو في مناطق الوسطى. لا ننسى الجنوب بأن طبعا في حال تساقط الثلوج ليلة الأربعاء الخميس على المناطق الجنوبية توخي الخروج من المنازل، والقيادة طبعا في هذه الظروف الجوية الجنوب له خصوصية من الجبال عالية جدا، هناك ضباب ثلوج وبعض الانجمات قد يكون في الطرقات. قبل فقط نقطة أخيرة حاب أحكي، لماذا هناك كان ربما أو ليش المنطقة الوسطى من المملكة فيها الوضع مختلف عن الشمال؟ تقع المناطق الوسطى تقريبا ضمن تيارات هوائية جافة، وتقع بالعامية بدي أحكيها عمان تقريبا على الحفة ما بينها تستقبل ثلوج وعدم استقبالها للثلوج كنتيجة لتدفق رياح جافة في مقدمة هذا المنخفض الجوي، وهذه الرياح طبعا هي اللي الآن في الخارج تعمل على إثارة الأتربة والرمال، فتقع المناطق الوسطى ضمن المنطقة اللي هي ربما أسميها على الحفة، فبالتالي عمان ربما تشهد غدا ثلوج متقطعة مش متواصلة، وإذا كانت متواصلة تتراكم، إذا كانت متقطعة لن تتراكم، لكن كلما توجهنا شمالا تصبح المنطقة الشمالية واقعة ضمن نطاق الأمطار والثلوج، وبالتالي تزداد فرصة الثلوج، ونتكلم براحة في المنطقة الشمالية طبعا بعد إذن الله بأن هناك ثلوج هناك تراكمات. في المنطقة الوسطى الأمور مش غير واضحة إنما أكثر إنه هي غير ثابتة من ناحية كميات التراكمات، تتحدث أنه في ثلج ممكن يكون متقطع أو متراكم أحيانا. بشكل عام الوضعية الجوية لن تستمر أكثر من 4 ساعات إلى 6 ساعات كحد أقصى في العاصمة عمان بمشيئة الله. نتمنى كلنا طبعا أن نرى الرداء الأبيض غدا مساء، ولكن ربما الحالة الجوية لن تساعد أن تمتد الثلوج أكثر من 4 إلى 6 ساعات وتصبح فقط محصورة في هذه الفترة الزمنية. يعني ينتهي تأثير المنخفض الجوي أو الحالة الجوية اللي راح تمر فيها المملكة يوم الخميس، إحنا الجمعة بنرجع يوم عادي طبيعي؟ خلينا نسميها تتراجع الفعالية الجوية، تبقى عموم مناطق شرق البحر الأبيض المتوسط تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة. نتوقع الخميس والجمعة والسبت أن تبقى فرصة الأمطار موجودة، بعض الثلوج فوق الجبال العالية هذا متوقع، ولكن مش إشي مؤثر على مظاهر الحياة العامة من ناحية الثلوج، إنما الأمطار والثلوج ربما تكون مرة أخرى حاضرة خلال عطلة نهاية الأسبوع. الأجواء باردة بشدة في ساعات الليل، انجمات قد يكون موجود سنخبركم عنه طبعا في بعض الليالي خلال الأيام القادمة. أكيد السؤال هل في ثلج آخر هذا العام، هل هناك ثلج أخرى؟ هذا طبعا ما واضح لدينا أنه دائما في أي فصل شتاء تبقى فرصة واحتمالية تساقط الثلوج واردة حتى نهاية شهر آذار أي نهاية شهر 3. وإحصائيا المملكة تتعرض لعواصف ثلجية عادة تكون قوية في نهاية شباط وبداية آذار، فالفرصة متاحة حسب الخرائط المتوفرة لدينا والقراءات اللي طبعا إحنا بنستلمها هون، كانت واضحة أن الفرصة بأن ما زالت الفرصة في الأردن مهيئة للمزيد من المنخفضات الجوية، ربما تكون بعضها ثلجية في حال تضافرت الجهود أو الظروف المناسبة
من ناحية الأحوال الجوية. بعد نص اثنين في ثلج ما في ثلج، هذا السؤال اللي كان دائما موجود. الحالة الجوية ستستقر في المملكة خلال الأسبوع القادم، أفهم من كلامك؟ أكيد. أنا زي ما ذكرت لك، يعني خلينا نحكي مش كثير، لا راح تظل في فرص الأمطار، لكن منخفضات قوية من هون لست أيام لسه مش واضح. بعد ذلك الفرصة متاحة، بعد نص اثنين في احتمالية منخفضات قوية، بداية أذار هناك فرصة لمنخفضات قوية. ولكن أكون معك بكل صراحة وبصدق، الآن الأمور لما ندخل بشهر شباط حتى في الأمثلة الشعبية، نقول شباط ما عليه رباط، حتى في ذلك الأمر ينعكس علميا على الخرائط، تصبح الكتل الهوائية بعد بدء الاقتراب من فصل الربيع أكثر قدرة على الوصول إلى المملكة من ناحية الدفء ومن ناحية البرد، تصبح هناك الخرائط الجوية غير دقيقة على المدى البعيد، وتصبح الأمور متغيرة بشكل كبير جدا ما بين يوم وآخر. لكن كصورة مجملة المنطقة واقعة تحت تأثير نشاط جوي حتى منتصف شهر آذار. طيب زميل محمد، التحذيرات الآن، وذكرت التحذيرات حول الطرق الصحراوية، وممكن أهم تحذير هو تحذير الغبار والتحذير للمناطق نعم. الشمالية، جرش وعجلون، إربد لا يوجد فيها مشاكل محمد، مش هيك؟ إربد أمطار مخلوطة بالثلوج، ربما تكون الغزيرة الأمطار هناك. يعني نستعرض التحذيرات، يعني طبعا نتحدث عن تدني مدى الرؤية الأفقية في الطرق الصحراوية، غبار وأتربة مثارة، نتحدث عن خطر اضطراب البحر وارتفاع الأمواج لسيمة في خليج العقبة، وبالتالي التحذير إلى مؤسسة الموانئ وأيضا جميع الأشخاص المعنيين في خليج العقبة. هناك خطر من تراكم الثلوج وإغلاق بعض الطرق، طرق المرتفعات الجبلية العالية في جرش وعجلون، وأيضا أعالي كما ذكرنا غرب العاصمة عمان، عالي محافظة البلقاء، في الوسط كما ذكرنا عمان والبلقاء لساعات محدودة، في جرش وعجلون الأمور نوعا ما تكون أصعب. لكن في إربد نتكلم عن أمطار مخروطة بالثلوج، يقودنا إلى خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، في خاصة سيما في المنطقة الشمالية وتحديدا الأغوار الشمالية، ومن خطر شدة سرعة الرياح التي قد تصل سرعة بعض هباتها أحيانا خاصة قبيل عبور الجبهات الهوائية إلى ما يتجاوز 80 كيلومتر بالساعة، ربما تصل في بعض المناطق لا سيما المفتوحة إلى حوالي 100 كيلومتر بالساعة خلال ساعات نهار يوم غدا. تهدأ سرعة الرياح تدريجيا اعتبارا من ساعات نهار يوم الخميس بمشيئة الله تعالى. يعني الجمعة ما بيكون عندنا حالة من إغلاق الطرق أو تدني مدى الرؤية الأفقية في الطرق الصحراوية، وبيقدروا الناس يتحركوا الجمعة؟ نعم، بتصير الأمور أسهل نوعا ما يوم الجمعة من ناحية الغبار. ولكن كما ذكرت أنه راح نتابع بجزء بكرة معكم عبر نبض البلد أو عبر رؤية إذا في كان هناك تجدد حول الحالة الجوية يوم الجمعة من ناحية أمطار أو ثلوج أو حتى شداد في سرعة الرياح. وكما ذكرت المنطقة واقعة تحت نطاق عدم استقرار جوي حتى مطلع الأسبوع المقبل بمشيئة الله تعالى. محمد، في سؤال أخير، يعني وهناك تساؤل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إنه في هذه الموجة التي تؤثر على المملكة نعم. وبدأت تؤثر على المملكة منذ هذه اللحظة، لم نطلق تسمية عاصفة ولم نسمي العاصفة القادمة على المملكة، هل هناك من سبب أو توضيح لهذا لعدم التسمية؟ نعم. أكيد طبعاً. طبعا الان يعني ما حدث في المملكه هو ان المملكه تقع على اطراف هذه العاصفه، هناك عاصفه بالفعل في شرق البحر الابيض المتوسط تم اطلاق تسميه عليها من الراصدين الجويين في كل من لبنان وسوريا وبعض مناطق فلسطين، ولكن تاثير هذه العاصفه لم يصل الى المملكه، تصل المملكه تاثير هذه العاصفه على شكل منخفض جوي اعتيادي، وبالتالي لم تصل الى ما هو اعتدنا عليه في المرات الماضيه. احنا طبعا نسمي العواصف أو نطلق التسمية عندما تصبح الحالة الجوية ترتقي إلى مستوى العاصفة، وما سيحدث خلال اليومين القادمين باعتقادي لن يصل إلى مستوى العاصفة، أخذين بالاعتبار المساحة الجغرافية التي تغطيها، ما هي الحالات الجوية المترافقة معها، عدد وطول الساعات التي يتوقع أن تستمر بها. فعند أخذ هذه الظروف المتنبئين الجويين داخل طقس العرب لم يروا بأن هناك وصول لمستوى العاصفة داخل الأردن، وبالتالي إطلاق اسم التسمية عليها لم نصل إليه. بينما طبعا هو ما هو موجود في شرق البحر المتوسط هو عاصفة شتوية قوية، لكن ثقلها سيكون على كل من سوريا ولبنان والأجزاء الشمالية من فلسطين، وبالتالي هناك تم تسمية العاصفة في تلك المناطق. نتمنى أن نسمي العواصف القادمة، ونتمنى أن طبعا نستقبل المزيد من المنخفضات الجوية تتحول إلى عواصف شتوية بمشيئة الله تعالى. سأترك لك دقيقة أخيرة محمد لتقديم ملخص لكل ما أوردت حتى نقدر نحط مرة أخرى المشاهد بالصورة للمنخفض الجوي الذي سيؤثر على المملكة خلال الأيام القادمة. أكيد.
أكيد نبدأ طبعا بهذه الليلة عواصف رملية وأتربة وغبار، رياح قوية قد تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر بالساعة في بعض المناطق، أجواء عاصفة تدني لمدى الرؤية الأفقية. هذا الحال سيستمر حتى ساعات ما بعد عصر يوم الأربعاء. غدا نتوقع أجواء باردة بشكل أساسي لكنها ترابية مغبرة بمشيئة الله تعالى مع نشاط في سرعة الرياح تدني مدى الرؤية الأفقية. بعد ساعات العصر تبدأ الأمطار أو الثلوج بالتساقط في المنطقة الشمالية، معنى كلمة أو بأن الأمطار تهطل فوق المناطق التي يقل ارتفاع عن 800 متر، الثلوج فوق المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 800 متر في المنطقة الشمالية، تكون متراكمة بشكل كبير في مناطق مثل جبال جرش وعجلون العالية، رأس منيف، مثلث القاعدة، سوف، ثغرة عصفور، منتصف الطريق الواصل بين إربد والعاصمة عمان. لاحقا هذه الأمطار والثلوج تصل إلى المنطقة الوسطى من المملكة والأجزاء منها، ليس جميع المناطق الوسطى، تحديدا في غرب العاصمة عمان هناك فرصة لتساقط الثلوج بعد الساعة 7 من مساء يوم غد. تستمر هذه الفرصة موجودة لعدة ساعات حتى منتصف ليلة يوم الأربعاء على الخميس. الثلوج واردة أن تتراكم في العاصمة عمان، ربما ترتدي الحلة البيضاء، كذلك الأمر في جبال البلقاء، ولكن خلينا نحكي إعاقة مظاهر الحياة العامة يكون محصور في مناطق معينة في العاصمة، لا سيما المناطق العالية اللي ذكرتها مثل تلال العلي، صويلح، مناطق المرتفعة في العاصمة كالجامعة الأردنية، ربما خلدة، أيضا في البلقاء نتكلم عن زي وأم جوزة وأيضا البحيرة، مناطق مرتفعة في هذه المناطق. بعد منتصف ليلة الخميس فجر يوم الخميس تتراجع الفعالية الجوية على المنطقة الوسطى، تبقى فقط محصورة في المنطقة الشمالية من المملكة طبعا، وهناك استقرار نوعا ما في المنطقة الوسطى نهار يوم الخميس، ولكن تبقى المنطقة الشمالية تحت تأثير زخات مطرية أو ثلجية. هل نتوقع عطلة أو إغلاقات للطرق في العاصمة عمان؟ نعم، لكن عدة ساعات كناحية، طبعا مش عطلة، كناحية إغلاقات اللي هو ما بين الساعة 7 من مساء يوم الأربعاء وحتى منتصف الليل، وتحديدا في نفس الأماكن اللي تكلمت عنهم. ربما تكون الأمور أصبحت سهلة مع ساعات صباح الخميس، وبالتالي ما أعتقد رح يكون هناك في تعطيل لمظاهر الحياة العامة، لكن المنطقتين الوحيدتين التي يجب النظر إليهما بعين جدية وهي منطقتي جرش وعجون الجبال العالية، كون هناك ربما يكون هناك تراكمات وإغلاقات للطرق، وتهدأ سرعة الرياح نهار يوم الخميس. هذا كملخص الأحوال الجوية المتوقعة خلال اليومين القادمين بمشيئة الله تعالى. بدي أشكرك كل الشكر مدير موقع طقس العرب الزميل وصديقي محمد الشاكر، شكرا جزيلا لك على كل ما أوضحت وعلى كل عفل. الملاحظات اللي ذكرتها، شكرا جزيلا لك. عفل. طيب راح نتطرق، وإحنا ممكن عجلون جرش هم الأساسيين، والمنطقة الوسطى ممكن الطرق الخارجية والمملكة بعمومها، أعتقد الأمور أوضح الآن صارت. فخليني أقول، هل تعتقد، وسؤال تطبيق شارك عبر الرؤية لهذه الليلة، هل تعتقد أن الموجة القادمة ستكون مساوية لحجم العاصفة هدى؟ 16% نعم و 84% لا. بعد فاصل قصير سنواصل هذا الحوار، ابقوا معنا. أهلا بكم مستمرون في هذا الحوار عبر نبض البلد، وحديثنا عن المنخفض الجوي الذي سيؤثر على المملكة خلال اليومين القادمين، الذي بدأ بتأثير الحقيقة ليلة الثلاثاء الليلة وسيستمر حتى الخميس. التحذير، كل التحذير لعجلون وجرش، كونكم أكثر المناطق التي ستتأثر بهذا المنخفض الجوي، فبدنا نعرف حجم الأليات المتوفرة، توفر المواد الغذائية، توفر المحروقات في المحافظة للتماشي مع هذا المنخفض الجوي. أخي العزيز، أنت تعرف أنه بلدية عجلون الكبرى هي مكونة من 5 مناطق، وجميع مناطق بلدية عجلون هي كلها مرتفعات، بخمس مناطق فكلها عرضة للثلوج. نعم. لذلك وين ما رحنا في بلدية عجلون هناك مرتفعات، هناك تراكم للثلوج. حقيقة أنه المرة الماضية في العاصفة الماضية كان عندنا وأبقيناها لغاية هذا المنخفض 24 آلية، كانت في السابق 22 آلية لودر وزودناها 2 احتياط، كانت منها 18 آلية مستأجرة وأربعة من أملاك البلدية. كانت هذه الآليات موزعة ومرقمة على جميع الأحياء السكنية، كانت هذه الآليات تواجدها أيضا على رؤوس الجبال، حيث أنها لأن آلياتنا كلها آليات مدولبة، في أثناء تراكم الثلوج لا تستطيع أنها تطلع لأعالي الجبال.
لذلك أبقينا بعض الآليات في رؤوس الجبال بحيث أنها تنزل ويكون عليها الأمر فتح الطرق بشكل سهل. نعم. هذه الآليات أعطينا بخطتنا المحكمة أن تتم العمل هذه الآليات مجرد ما صار الثلج على سماكة 10 سنتي وهي باقية لهذه العاصفة. مجرد ما صار الثلج بسماكة 10 سنتيمتر إحنا إن شاء الله سنقوم بالعمل على فتح الطرق. حقيقة يعني هي كانت أكثر منطقة تعاني من تراكم الثلوج هي منطقة رأس منيف. نعم. رأس منيف أبقينا فيها آليات لكن المرة هاي زودناها بآلية زيادة عن المرة الماضية لتسهيل المهام وكونها في أحياء ومناطق وسكن بعيد عن المركز وبيوت متفرقة للوصول إلى كل بيت. أخي الكريم أنه إحنا نعرف كلنا أنه عجلون بتضاريس صعبة وكلها دخلات في منها بسيطة جدا وحلوة هي طبيعة حلوة بالصيف يعني ما بعد شهر الربيع. لذلك إحنا يعني نتمنى على أنه تكون أمرنا سهل. أنا بدي أدخل موضوع في موضوع يعني شوي. ما زاد خطة البلدية من نجاح هو اللامركزي. فوضنا صلاحياتنا لمدراء المناطق للصف الثاني من المدراء ورؤساء الأقسام بأن يقودوا العملية في الميدان. أيضا ما ضاف قوة وقوة نقطة يعني أضفت للبلدية بخطتها وعطتها القوة هو زيارة معالي وزير البلديات للبلديات قبل العاصفة وأثناء العاصفة ودعمها ماليا. هذا بنجم على أنه في تفويض الصلاحيات وقيام الوزير بأنه اشتغلوا اللي بدكم إياه وخذوا صلاحياتكم واعملوا على توفير كل المواد سواء بالدعم اللوجستي من المحروقات من الأكل وتوفير البيئة المناسبة للشوفيريت الآليات. هذا كان ريحنا أنهم اشتغلوا على مدار الساعة. عملتوا شفتات لأنه كان عملنا مشكلة. احنا في بعض الأمور ما قدرنا نعمل شفتات لأنه كان بالعاصفة السابقة تساقط الثلوج لمدة 4 أيام متواصلة. نفتح الطرق وتعاود تسكير مرة أخرى. لذلك كانت الحمد لله يعني كانت الأجواء مريحة كونه شوفير الآلية كان موفر له كل سبل الدعم. لكن ذكر في المرة الماضية أنه ما كانش في احتياط وكان الشوفير يشتغل 12 ساعة في هذا الظرف الصعب بيقدر يشتغل 12 ساعة. أخي العزيز يعني احنا لما نحكي عن 18 آلية مستأجرة كل مقاول مسلم آليته لواحد احنا كنا ما بنقدر نجبره يسلمها لحد ثاني. والحمد لله ما عانينا في بلدية عجلون انه شوفير الآلية وقف آليته وقال بطلت اقدر اشتغل لانه كانت في بعض الامور توقف 3 أو 4 ساعات يرتاحوا فيها بعديها بعد يصير تساقط ثاني كانوا يقوموا على شغلهم. تمام. هذه الآليات كانت موزعة على جميع الأحياء. كان موجود ضابط سيطرة بكل آلية وهذه الآليات كلها مرتبطة بغرفة العمليات الرئيسية مع ضابط ارتباط وكنا كل ساعة نتزود بأنه الطرق وحالة الطرق كانت سالكة. ما ميز الخطة المحكمة اللي فعلا احنا تميزنا فيها انه كوادر بلدية عجلون وموظفيها اعدوا هذه الخطة واحكموها خلال 6 ساعات كانت عجلون ما فيها اي شارع مسكر. بجوز عطوفة معن بيك بأيدني انه كان في راحة من المواطنين ولم نتلقى اي شكوى بخصوص تسكير الطرق وانما كانت هناك بعض الشكاوي عن انقطاع الكهرباء وبعض الامور انه في بعض المناطق انه المواطنين كانوا يروحوا من اماكن عملهم يعني تقطعت بهم السبل. على اي حال اما فيما عدا ذلك الخطه نفسها جاهزه نفس خطه ولكن زودنا نعم زودنا اليات ثنتين في منطقه الروابي اللي هي منطقه عفنة واحده ومنطقه الصفا في الجبل الاخضر كونها كمان مرتفعه زودناها بوحده ثانيه على اساس انه اذا كان هناك احنا اشتغلنا خطتنا على اساس انه المنخفض ازود من السابق. الخطه الحاليه يعني خطه المنخفض الجوي القادم كان نعم. انتم مهيئين اكثر من عاصفه هدى من العاصفه هدى وما زلنا امتدت خطتنا انه يكون كمان المنخفض قوي لانه ما بتعرف شو ممكن
يحدث أي تأثيرات وهي طبيعة جو. هذا كله بإذن الله ما حد بيقدر يحكم، لكن بنحكي إحنا بالتوقع العام. أستاذ معن، الجاهزية جرش أيضا من المناطق التي تشهد تساقط كثيف للثلوج هي وعجلون. الجاهزية في جرش الطرق الرئيسية تحديدا طريق، إحنا بنحكي وراح نحكي تفصيلا في طريق ثغرة عصفور تحديدا إنه كان مغلق المرة الماضية، ومدى قدرتنا هذه المرة إنه طريق عمان إربيضا شغال ومفتوح. أغلقت السبب. هلا راح نجي للسبب. راح نجي للسبب. تفضل. نترك للعطوفته يحكي بالسبب. ماشي. سيدي بالنسبة لمحافظة جرش وخطة الطوارئ، زي ما تفضلت لك إنه كان في عنا اجتماعات مع معالي الوزير الأشغال العامة والإسكان لإعداد خطة طوارئ كاملة متكاملة، وفي هذا الاجتماع معالي أعطانا صلاحيات كاملة مدير الأشغال بعملية استئجار أي آلية بتشوفها مناسبة، بدك 4-10 استأجر وابق الطريق مفتوحة أمام حركة السير. فمن هذا المنطلق إحنا في جرش حاليا عندنا العاليات اللي راح تعمل على بمحافظة جرش من قطاع خاص وعطاءات المركزية اللي عندنا، زائد آليات الأشغال اللي متابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان حوالي 18 آلية. هذه الآليات موزعة على 6 آليات على طريق ثغرة عصفور، وأربع آليات على طريق شوف عبين، وأربع آليات موجودات رايحين توزع عن هذول على طريق ساكب جرش، وعندنا كمان آليات احتياطية إذا لزم الأمر أن ندعم باقي هذه الآليات، أو بحالة عطل إحدى هذه الآليات يتم دعمها من الآليات المتوفرة لدينا في المديرية. فيهم مجنزرة؟ نعم فيهم كاسحة جنزير، وعندنا جرافة جنزير D8. هذه طبعا ما نستخدمها بالظروف الحالية كمنخفضات خفيفة، يتم التعامل معها لما بصير سماكات الثلوج عالية فيها، يتم جميل. إرسال هذه الجرافة الجنزير. جميل جميل. تعاملنا رايح يكون إن شاء الله بنفس الهمة وبنفس الطريقة اللي تعاملنا فيها مع منخفض هدى. أنا أرغب بإبداء ملاحظتين ضروريات. تفضل أرجوك. هذول الملاحظات كانت ضروريات ودعم لنا في الميدان، اللي هو تكلم دولة رئيس الوزراء بأعلى القيادة من وزارة الأشغال العامة والإسكان معي هاتفيا، والاطمئنان على وضع الطريق في ثغرة عصفور. بعدها بساعة ونص كان وزير الأشغال العامة والإسكان متواجد عندي. ما ننساش برضو دور عطوفة محافظ جرش، كان متواجد ويدعم الشباب بلغته البدوية الحلوة، لما يقول يلا يا نشامة حيلكم يا نشامة، كانت لها تأثير كبير ووقع كبير على المجموعة اللي بتعمل بتلك المنطقة. النقطة الثانية اللي بحب أنبه لها اللي هي تضافر الجهود اللي صارت بمنخفض هدى، إن شاء الله راح تصير بتضافرها برضو بالمنخفض القادم. هذه تفاضر الجهود هذه وتناغمها وعملها مع بعض، قطاع خاص، أشغال، أمن عام، دفاع مدني، القوات المسلحة، بلديات، أدى إلى ظهورنا بهذا المظهر اللائق والجيد. وبعون الله بنفس الهمة وبنفس الطريقة سنتعامل مع هذا المنخفض القادم إن شاء الله خير. يا سيدي، إحنا المنخفض الماضي بالتأكيد كانت جهودكم ظاهرة باستثناء ثغرة عصفور. ما رح أقدر أنا، الناس علقت في ثغرة عصفور، إذا سمحت لي، الناس انزعجت في ثغرة عصفور، وحتى مع ما ذكرت ومع وصول الوزير إلى المكان، المواطنين ذكروا أنه خلصنا، إجا الوزير لكن ضينا إحنا عالقين على الطريق. فإحنا بدنا نسمع منك، لأنه هاي الطريق تحديدا حساسة وعليها ضغط سير. إذا طبعا. سمحت لي، حقيقة بعد ما اتصل رئيس الوزراء في مدراء الأشغال في الميدان سواء كان في الشمال أو الوسط أو في الجنوب، تفاجأ رغم التعميم ورغم التحذير الصادر من الدولة بعدم سلوك الطرق الرئيسية بعد الساعة الرابعة، لأنه كان في التعرض لبعض انجمادات، وبالتالي اللي كان يعانون من الطرق الرئيسية وجود مواطنين بمركباتهم الغير مهيئة للتعامل مع الثلج أو المسير على الثلج. سيارات 4x4 يا دوب تمشي. وبالتالي قبل شوي الأخ محمد الشاكر حكى عن حالة الطقس وحذر أنه بعد الساعة 6 راح يكون في تساقط ثلوج. إحنا بوجه 6 مساء الأربعاء، أنا بوجه نداء من هذا المنبر الأخوان المواطنين، مشان لا يغلبوا حالهم ولا يغلبونه، اللي ما إله صالح يطلع بعد الساعة 6 رجاء ينضب في بيته أو يبعد عن الطريق، لأنه وجوده على الطريق يعيق عمل آليات ثقيلة، لا هو بصل ولا أنا بقدر أشتغل، هاي آليات ثقيلة وبالتالي بحاصل آليات. عندما وصل وزير الأشغال العامة إلى ثغرة عصفور، السبب الرئيسي إعاقتها هي وجود آليات عالقة، وكان مركبات عالقة، مركبات عالقة وبالتالي أصدر معالي وزير الداخلية لمدير الأمن والأجهزة الأمنية بإغلاق الطريق من عمان باتجاه إربد ومن إربد باتجاه عمان، وأبى وزير الأشغال أن يغادر الموقع حتى آخر سيارة، وكان في باصين جت هناك حتى خرجت كل المواطنين الساعة 9 مساء، وكان تشكل خطورة
وبالتالي المواطن عليه أن يقدر الخطورة في التعامل في هذه الظروف الجوية. وأنا بتوقع أن مش هتكون الخطورة بهذا الحجم زي ما سمعنا الناس الجوية، لكن بتمنى على المواطن يتعاون. إذا المواطن هو المستهدف في العملية والخدمة له، وبالتالي إذا هو ما تعاون مع الأجهزة الرسمية والشعبية بضيع الجهد على الجميع، تشتيت للجهد بصير. نعم. نتمنى من المواطن انه زي ما تعلمنا في الدرس الماضي احنا نقيم الخطط كلها كامله والدروس المستفاده من ذلك، وبالتعاون مع مركز اداره الازمات اهم شيء المواطن يتقيد بالتعليمات الصادره له في سماعات الدفاع المدني عم تشوف في الميادين وفي الطرق الرئيسيه، عليه يتقيد بذلك. ما اللي صار بعد الساعه 6 التزم في بيتي، التزم في عملي. اذا شفت انه في خطوره مش بس على نفسي انت، المركبه فيها برضو مواطنين، اهلك واولادك واخواتك، لا تخاطر ولا تجازف. بإمكانك تكمل بيتك في عمان، وإذا كنت في إربد كمل بيتك في إربد حتى الله يفرجها، وبالتالي تصبر لك ساعة ساعتين زي ما الأمور وضعها الطبيعي. هذا السبب الرئيسي، ليس تقصيرا من أجهزة الدولة أغلق الطريق، إنما عدم تقييد المواطن بالتعليمات صادرة له، رغم أنه قلت لك صدر التعليمات بتعطيل الدولة الحكومية، تعطيل المدارس. ما هو القطاع الخاص ما عطل، نحكي بصراحة. ماشي. القطاع الخاص ما خاص عطل. كان يروح كان يبني. عليك أن تقدر الظرف، بالعكس القطاع الخاص لم يصدر عقوبات في الموظف اللي ما وصلش. كل بيقدر هذا الظرف. وبالتالي على المواطن عليه أن يتقيد بالتعليمات الصادرة. التعليمات مش عبث بتيجي، حتى تبعد الخطورة عن المواطن بالدرجة الأولى، وبالتالي ما ضيع جهدك وضيع جهد الدولة. طيب الطرق اللي تابعة لكم في العاصمة عمان تحديدا طريق المطار. يا سيدي طريق المطار أنا شخصيا كنت تابعها مباشرة، لم تغلق أي طريق المطار على أي دقيقة نهائيا. السبت على أحد بعد الساعة 1 صباحا بعد أن صارت يعني زي نقول نزلت الثلوج مرة واحدة، المقاولين اللي على مسؤوليتهم صيانة الطريق لم يبقوا أي آلية، وكذلك المقاولين في القطاع الخاص من جسر ناعور باتجاه صويلح، وكان تفتح على ثلاث مسار مرة واحدة، كل شاهدته على التلفزيون العمل كان عمل هندسي منظم جدا. وليش طريق المطار ساعدتنا؟ لأنه فتح الطريق الرئيسي نفسه، لم نستعمل سيرفس رود. السيرفس رود كان في الثلج اللي قبل هذه كان في ثلاث مناطق فيهن ميلان عند مدارس عالمية وعند معارض أيكا، فعلا كان فيها سلوب يؤثر على المواطنين. أما طريق المطار باعتبار كأنها ليفل واحد، وبالتالي طريق المطار كانت مريحة جدا جدا، ولا مواطن تأخر عن طائرته ولم تلغى أي رحلة جوية. تمام، يعني أنتم جاهزين ومستعدين بمشيئة الله. هو منخفض بالآخر مش عاصفة يعني. يا سيدي احنا نتمنى من الله هذا غيث من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله على كل شيء. ندائي مرة أخرى للمواطن أن يتقيد بالتعليمات الصادرة عن الأجهزة الرسمية. يعني احنا بكل وضوح نتحدث اللي ما له ما في لازمه يطلع، مش اكيد ما فيش داعي يطلع. نعم. ويلتزم منزله افضل وخير هذا الموضوع، حتى حفاظا عليه اولا. نعم. على ممتلكات وعلى. نعم. عمل الاجهزه التي تعمل فتح الطرق. فقط عجلون ملاحظه اخيره، توفر مواد غذائيه، هل هناك اي نقص للمحروقات او المواد الغذائيه كونها هاي والخبز؟ ارجوك. حقيقه كان عندنا اجتماع امبارح بمبنى المحافظه مع عطوفه المحافظه وكافه مدراء الدوائر، وكانوا موجودين وكالات الغاز ونقيب أو مندوب نقابة المخابز في عجلون، وكله أبدى استعداد وأبدى ملاحظات يعني؟ إنه في جاهزية. تمام. مطلقة. تمام. في عجلون. تمام. رسالة أخيرة أستاذ معين للمواطن أو لأي إن كان تود أن ترغب بأقل من 30 ثانية أرجوك. رسالة أخيرة أنه زي ما تفضل عطوفة المهندس صالح العبادي أنه الخروج فقط للضرورة حتى نستطيع العمل بكل سرعة وإتقان على طريق الثغرة وغيرها. مهندس صالح. بدي أقول لأخوي مهندس معين لا تخاف، راح يكون عندك إسناد من الزرقة ومن المفرق في الآليات، لا تخاف. ما عندي خوف. خلاص. بدي أقول نقطة بس. تفضل سيدي. يعني احنا للأمانة وتوصيل المعلومة، المرة الماضية في عجلون أسندنا كل أشغال وفتحنا الطرق الرئيسية، ما تنسونا المرة هاي. احنا مع البلديات بعد خلص الطرق الرئيسية حقيقة. احنا دخلنا المرة الماضية على عطوفتك على الطرق الرئيسية وفتحناها، لأنه المقاول في عجلون تأخر يوم كامل ما اشتغل. شو أهم إشي مصير انجماد أخي نبيل، ما يصير انجماد إن شاء الله، ما يصير انجماد. تعليمات صادرة من رأي الأشغال، بس خلص الطرق الرئيسية بيساعدوا البلديات أيضا. هي كلها كل هدف واحد. لاحظت الأستاذ نبيل إنهم هم ساعدوكم، واحنا بنساعدكم، ما عندنا مشكله. فهاي المره ساعدوهم، ما تنسوا عجلون، ما تنسوا عجلون ولا همك. ما تنسوا عجلون جرش، بحاجه الى حقيقه جميعا ان شاء الله بمشيئه الله. كل الشكر لكم ضيوف الكرام، شرفتوني بحضوركم الليله. اذا الى هنا نكون قد وصلنا نهايه هذه الحلقه. قبل النهايه اذكر بسؤال تطبيق شارك عبر الرؤيه والنسبه النهائيه، هل تعتقد ان الموجه القادمه مساويه لحجم هدى؟ نعم 13%، ولا 87%.
100%. أشكر كل من شاركنا، أشكر كل من تواصل معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وصلنا نهاية هذه الحلقة، نلتقي بكم غدا. رؤيا كانت ولا تزال، واستبقى دائما معكم منكم، وإليكم. تصبحون على خير.